جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام. شرفت الجائزة هذا العام بفوز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. وقد رشحته للجائزة عدد من الجامعات والمؤسسات الإسلامية، وجاء هذا الفوز لمبررات عديدة، منها عنايته حفظه الله بخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، اهتمامه حفظه الله بالسيرة النبوية، ودعمه لمشروع الأطلس التاريخي للسيرة النبوية وتنفيذه بدارة الملك عبد العزيز، إنشاؤه لمجمع الملك عبد العزيز للمكتبات الوقفية بالمدينة المنورة لحفظ التراث العربي والإسلامي، سعيه الدائم لجمع كلمة العرب والمسلمين لمواجهة الظروف الصعبة التي تمر بها الأمتان العربية والإسلامية، ومن ذلك إنشاؤه للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب واستضافة مقره في الرياض. مواقفه العربية والإسلامية عبر عقود من الزمن تجاه قضية فلسطين المتمثلة في الدعم السياسي والمعنوي والإغاثي. رئاسته وإشرافه حفظه الله المباشر على عدد من اللجان الشعبية والجمعيات الخيرية لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في كثير من الدول الإسلامية. إنشاؤه لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ودعمه بسخاء ليقدم العون للشعوب العربية والإسلامية المحتاجة. والآن يتشرف صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل رئيس هيئة جائزة الملك فيصل العالمية بتقديم جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام 1438 هجرية 2017 ميلادية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية. أنا أقف هنا لأشكر الأمير خالد الفيصل ابن البطل فيصل بن عبد العزيز الذي جمعني بكم، وأنا مسرور، وليس هذا وليس على ابن فيصل. شكراً.